Hi, how are you doing? I hope you are well. Welcome to my channel's English with Mr. Hamouche. Let me first introduce myself. I am Mr. Abdleouahed HAMOUCHE. I was born in Casablanca. I have been teaching English more than 30 years in private, vocational schools, hotels, hospitals, companies, and at homes. I strongly believe that if anyone wants to do or to perform work, he should be done well. As Allah say, وقل اعملوا فسير الله عملكم والرسول والمؤمنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من عمل عملا صالحا فأتقنه. From these verses and from the hadith, it means that we should do any job and any work efficiently and properly. So I will try hard to provide you with the lessons and courses, okay, which are very important so that you can benefit from it. So a lot of students can ask the question, how can we learn any language, not only English language? So to learn something, you should be patient, you should have a strong willingness. As the proverb says, when there is a will, there is a way. And we should have a name, should have a hope, a purpose in life. Because when we have a name or a purpose, it means that I will do my best to achieve my dream and to achieve my success in life. To study any language, you should focus on reading, listening, writing, and communication. Of course, the question that you want to ask is, when will the chain start? Certainly, it starts as soon as possible. Okay, let me talk to the parents, to the mothers and fathers. The parents who stay for a long time in a cafe and who, the mother who stay in front of TV for a long time losing their times. I advise them to learn with their children instead of spoiling time. Thank you so much and see you as soon as possible with the first course in English with Mr. Hamouche. Goodbye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أتمنى أن تكونوا بخير. أولا دعوني أقدم لكم نفسي. أنا السيد هموش عبد الواحد، مزداد بالبيضاء، أكثر من 30 سنة في التدريس. درست وأدرس بالمدارس الخصوصية وبمدارس التكوين المهني وبالفنادق وبالمستشفيات وبالشركات وحتى في المنازل. أي عمل يجب أن يكون مضبوطا وأن يكون فعالا لقول الله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم والرسول والمؤمنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من عمل عملا صالحا فأتقنه. ولهذا فأنا ملزم بأن أقدم دروسا في المستوى وفعالة حتى تستفيدوا منها ولا تضيعوا وقتكم عند مشاهدة هذه الدروس. والسؤال المطروح هو كيف يمكننا أن نتعلم لغة؟ يعني هناك ترويج وهناك عدة مسائل مروج لها بأن اللغة يمكن أن نتعلمها في أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، هذا خطأ. فعندما نريد أن نتعلم لغة فيجب أن نكون صبورين وتكون لنا إرادة قوية ويكون لنا هدفا من هذا التعليم حتى نستمر في التعليم وحتى نستفيد بطريقة جيدة. فلا يمكننا أن نتعلم في وقت وجيز. سؤال موالي، ما هم الأجزاء المهمة لأي لغة؟ عندما تريد أن تتعلم لغة فيجب أن تهتم بالقراءة والكتابة والنطق والحوار. فهذه الأجزاء هي مهمة في تعلم أي
لغة من اللغات. متى ستبدأ هذه القناة المسمات English with Mr. حموش؟ بالطبع ستبدأ في أقرب وقت ممكن. ولمن هذه الدروس؟ بالفعل هذه الدروس هي للناس المبتدئين الذين لم يدرسوا الإنجليزية قط. وبعد 6 أشهر ستكون دروس للمتوسطين وللمتقدمين. فباللغة الإنجليزية ستكون دروس لـ beginners, pre-intermediate, intermediate, pre-advanced and advanced. وقبل أن أنهي هذا التقديم أريد أن أتكلم مع الآباء والأمهات. فعوض أن يجلس الآباء في المقهى لمدة طويلة والأمهات أمام التلفاز لمدة طويلة يضيعون وقتهم في مسائل تافهة، فأنصحهم بأن يتابعوا هذه الدروس مع أبنائهم ويساعدوهم في التلقين وفي التدريس وفي التعلم حتى لا يملوا وحتى يستمتعوا مع أبنائهم وحتى يستفيد الجميع. ملحوظة هامة قبل أن ننهي هذا المقطع: على كافة التلاميذ والتلميذات الذين يريدون الذهاب إلى الخارج أو الالتحاق بالأزواج أو الذين يريدون اجتياز امتحانات التوفل والتويك وشهادات أجنبية أخرى واجتياز امتحان البكالوريا، ما عليهم إلا مراسلتنا عبر الجيميل الموجود في الوصف. كان معكم الأستاذ هموش عبدالوحد. لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم أي جديد. والسلام، إلى اللقاء في أقرب وقت ممكن.